جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم إهداء المصحف الشريف للكافر لغرض دعوته إلى الإسلام؟ لا يجوز تمكين الكافر من المصحف الشريف، ولكن يقرأ عليه، يقرأ عليه من القرآن ويسمع القرآن من أجل دعوته إلى الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المسلمين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. فدل على مشروعية قراءة القرآن على الكفار من أجل أن يسلموا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكفار إلى الإسلام ويقرأ عليهم القرآن ويسمعهم القرآن حتى إنه أعجبهم وصاروا يتحاذرون منه ومن سماعه لأنه يؤثر عليهم. فدل هذا على أن قراءة القرآن على الكافر من أجل دعوته إلى الإسلام أن هذا أمر مشروع. أما تمكينه من المصحف فهذا أمر لا يجوز حتى يسلم. نعم.